السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية الإسلام، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اللهم ارحم صديقي الفقيد يحيو خليفة، وأسكنه فسيح جناتك، وأدخله الجنة والفردوس الأعلى مع الأنبياء والرسل والصالحين. إنني لن أنسى هذا الصديق الوفي الآمن الأمين، الذي كان رجلا ونعم الرجال، وكان رفيق دربي من أجل يعني معالجة هذا الملف الشائك الذي تعسف في حقه القريب قبر البعيد، من أجل إقصاء شيوخ التربية والتعليم الذين توظفوا بأحد السلمين السابع أو الثامن، والذين تقاعدوا برسم السنوات من 2003 إلى 2011. اللهم ارحمه واشمله بمغفرتك ورحمتك، وأسكنه الفردوس الأعلى. أما بعد، تحية نضالية عالية خالصة لجميع الأحرار والحرائر، الشرفاء والشريفات فاقت لا غير في هذا الوطن العزيز الغالي، من طنجة إلى الجويرة. إذن قبل أن نتطرق إلى الملف الذي دأبنا أن نعالجه وأن يعني نتحدث حوله، وهو ملف المقصيين، من حقهم المشروع في الترقي شيوخ التربية والتعليم الذين توظفوا بأحد السلمين السابع أو بالثامن في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات، وهم جميع الأفواج التي تقاعدت تصاعديا من 2003 إلى 2011. إذن نعرف جيدا أن الجميع قد تكالب وقد تنكر لشيوخه الذين علموه كيف يمسك القلم وكيف يقوم بالتوقيع على إقصائهم، والتآمر على شيوخ التربية والتعليم الذين تقاعدوا تصاعديا برسم السنوات من 2003 إلى 2011. إذن لكي نعرف ما يجري الآن، يجب أن نستحضر دائما وبالتسلسل ما وقع منذ بزوغ وصدور المرسوم التراجع التفييئي، اتفاق منتصف الليل، المرسوم ديال جوج صفر جوج 854، الذي هو بمثابة نظام أساسي بالنسبة لجميع أطر وزارة التربية الوطنية، والذي يطلق عليه اختصارا المرسوم ديال 2003. يعني فهذا المرسوم الجبان الجائر التراجعي اللي جاء ب يعني التراجع في المكتسبات مقابل كما قلت سابقا ترسيم السلم الحادي عشر،
أنهم يعني كانوا يبحثون عن منافعهم ومصالحهم أولا، وجاء ذلك على حساب شيوخ التربية والتعليم أصحاب السلاليم الدنيا والمعاشات الهشة الذين تقاعدوا برسم السنوات 2003 2004 2005 إلى غاية 2011. إذن بالرجوع إلى المرسوم، عند صدور المرسوم ديال 2003 النظام الأساسي ديال 2003، فأول شيء تم اعتماده هو المادة 112 وأيضا المادة 117. إذن المادة 112 والمادة 117 لم توجد عبثا ولم تأتي من الفراغ في هذا المرسوم ديال 2003، فهي تشير ضمنيا أنهم كانوا يعرفون بأنهم سيخلفون ضحايا وأنهم تنازلوا على حقوق مكتسبة للشغيلة من أجل منافعهم الشخصية أولا، وهذا ليس غريب عليهم، فهم من خربوا التعليم ابتداء من 1985 الجميع يعرف من خرب التعليم وجاء بالمرسوم الجائر التراجعي القمعي ديال 1985 من أجل الانتقام من رجال التعليم وتخريب المدرسة العمومية وتخريب التعليم والنيل معنويا وماديا واجتماعيا من مكانة المعلم، لأنه كان آنذاك النواة الأساسية للنقابات وللأحزاب، فدفع ثمنها غاليا انتقاما منه، وكانت ردة الفعل ردة عكسية على المدرسة العمومية التي تم تخريبها إلى أن وصلت على ما هو عليه الآن. فبالمقارنة مع المدرسة العمومية في الستينات والسبعينات والثمانينات، نرى بأن هؤلاء الشيوخ قد أفرزوا نخبة وجيلا ذهبيا، سواء يعني متخلق أخلاقيا وبالنسبة للقيم وطنيا، يعني مررت إليه قيم حسنة وكان نموذج المواطن الصالح، وأعطت نخبا تسير مقاليد الأمور الآن. والآن نرى ما وصلت إليه يعني المدرسة العمومية من انحطاط ومن خريجين لا داعي، الكل يعرف الخريجين ديال المدرسة العمومية الآن، والمستوى لا الثقافي ولا المعنوي ولا الأخلاقي إلى آخره. فالتخريب كان مستهدف المعلم من أجل مواقفه الشجاعة سواء في النقابات أو في الأحزاب، ودفع ثمنها، وبالمقابل دفعت ثمنها أيضا المدرسة العمومية والمجتمع قاطبة، كل كانت له انعكاسات ردة فعل، يعني بحل الزلزال دوك ترددات لتتكون من بعد الزلزال، كل تضرر من هذا الشيء، كل تضرر من تخريب التعليم ومن تخريب المدرسة العمومية. نعود إلى مكاننا، إلى موضوعنا.
إذن في 2003 هذا المرسوم الجبان الجائر باتفاق منتصف الليل اللي هما اللي اتفقوا عليه هذيك الوقت هما اللي الآن يبحثون على مصالح أخرى تثبيت مصالح أخرى اللي هي ديال خارج السلم ويناورون كذلك من أجل مصالح أخرى بلا حشمة بلا حياة. وهم من طرحوا أيضا ترسيم 1/1/2012 من أجل إقصاء شيوخ التربية والتعليم الذين تقاعدوا برسم السنوات من 2003 تصاعدا إلى 2011. وتقولوها صراحة تقولوها رغم أنهم بهذا الكلام ديالهم يعني تبينوا بأنهم اللي تنعرفوا احنا الحقوقيين الناس اللي تدافعوا والنقابيين يعني تدافعوا على الجميع يعني ما تميزوش بين الشغيلة سواء النشيطة أو المتقاعدة ما تجيبوش مراسيم تسنوش في اتفاقيات باش تجي مراسيم لتتكون تتميز بين الشغيلة التعليمية متقاعدين ونشيطين ولكن يتنازلون ويزيدوا يتنازلوا من أجل تمرير يعني دي من مكاسب ديالة كيما تنازلوا في 2003 من أجل مصالحهم ومكاسبهم أولا نفس الشيء قاموا بالتنازل في المرسوم ديال جوز 19504 تنازل على جميع المتقاعدين السابقين الذين تقاعدوا برسم سنوات تصاعديا من 2003 إلى 2011 وأخفوا الحقيقة إذن الرجوع إلى 2003 هذيك السنوات ديال 2003 و2004 و2005 هذيك السنوات لا داعي لذكر بأنها أحد النقابات صارت تخلد يوما وطنيا اللي هو 13 فبراير من كل سنة تخليد يعني من أجل الاحتجاج ومن أجل الإضراب ومن أجل الاحتجاج بأن هذا المرسوم راه منتصف اتفاق منتصف الليل هو كان تراجعي ويعني أتى على المكاسب ديال الشغيلة سواء النشيطة أو المتقاعدين فكانت تسمى هذه السنوات 2003 2004 2005 سنوات الضياع رغم أنهم كانوا يطالبون يعني يتفاوضون من أجل ترقية استثنائية إلا أنهم يعني تخلوا على هذا المطلب في حين أن المادة 112 عندما تم اعتمادها في من أول مرة عندما تم اعتماد المادة 112 تم اعتمادها من 2003 إلى 2007 وماذا تقول هذه المادة؟ تقول بعد 4 سنوات من 2003 إلى 2007 وتمت برسالة يعني استثنائية كانت ترقية استثنائية وغادي نجل التمديد ديالها كانت ترقية استثنائية من 2003 إلى 2007 لأنه قالوا بعد 4 سنوات استثنائيا بعد 4 سنوات من 2003 إلى 2007 هذا يعني أنه بأثر إداري بأثر رجعي إداري ابتداء من 2003 وبمفعول مادي ابتداء من 2007 وغادي نزيدو نواصلو باش نعرفو يعني
التعسف اللي وقع من 2003 إلى 2007، يعني إلى ما تم 2006. إذن من بين من بعد قاموا بالتمديد هذا الشيء كلش في 2011، اتفاق ديال 26 أفريل 2011، اتفاق ديال 26 أفريل. اش وقع فيه من خبيل هذيك؟ بحال سوق عقاد اللي بغاو يدوزوه دوزوه، اللي بغى يحيدوه حيدوه. سوق عقاد هذاك هذاك الاتفاق ديال 26 أبريل 2011. المهم داروا التمديد من 2007 الى 2012، وقاموا بواحد المراجعة يعني من 2007 الى 2011. ولكن المكسب اللي كان في 2011 هو ان المتقاعدين اصبح المتقاعدون يعني يمرون تلقائيا بدون اخضاعهم الى الحصيص السنوي، يعني مبقاوش ولاو تيترقاو خلافا للمادة 99. فجاءوا من 2007 من داروا المراجعة ثاني ديال الترقيات بالمادة 112، داروا من 2010 من 2007 الى 2010 المتقاعدون يعني ترقوا اوتوماتيكيا، يعني هنا نقول ترقية استثنائية بالنسبة للمتقاعدين، وبالنسبة للمزاولين خدعوا الكوطة. ولكن المتقاعدين الذين شملتهم المادة 112 من 2003 إلى 2007 هذوك كاينين فيهم ضحايا اللي خضعوا الحصيص السنوي، وباك والناس اللي تيتفاوضوا غضوا الطرف لهما ولا المصالح الإدارية، لهما ولا المصالح الإدارية، رغم أن من 2003 إلى 2007 اعتماد المادة 112 كان استثنائيا بعد 4 سنوات، يعني بتاريخ مفعول إداري، رجعيا بتاريخ مفعول إداري من 2003 وبمفعول مادي من 2007. احنا تنعرفوا القانون باين واضح، ولكن دائما الأيادي الخافية تقوم ب تعسف على المتقاعدين السابقين الذين توظفوا بالسلم السابع والسلم الثامن، الذين تقاعدوا تصاعدوا من 2003 إلى 2011، وخصوصا هذه الشريحة نقول لك أنا هذو سنوات الضياع 2003 2004 2005 2006. هذا الشيء علاش المظلومية تبنات وعلاش جاو تاني. ولكن للأسف الشديد دائما الملفات يتم الركوب عليها، والناس اللي فعلا تتكون جات من اجلهم هذيك المواد ديال 112 117 باش يعني تنصفهم، هما اللي ما شملتهمش وما تحينتش للوضعيه ديالو. لان في 2011 عندما جاءت السيده العبيده لطيفه الله يذكرها بخير انها جابت اللوائح، وكانت اللوائح ديال من 80 حتى 93، اصحاب البكالوريا من 80 حتى 93 اللي تخرجوا بالسلم الثامن، والاخرين كانوا تخرجوا بالثامن وعطاهم التاسع وجاو. ولكن المشكل كانت هذه اللوائح غير محينه، فجاو فصلوا عليهم 93 94 بحدهم وعطاوهم سنوات اعتباريه من بعد، رغم انهم راه الناس اللي قبل منهم اللي متضررين، الناس اللي تقاعدوا يعني مش تقاعدوا، الناس اللي كانوا قبل من 2000 اللي كانوا توظفوا قبل من 93 كانت هما خاصهم يستافدوا من السنوات الاعتباريه اللي تعطاو 93 و94، رغم ان 93 تعطاتهم سنوات اعتباريه وتوظفوا وتعطاهم السلم التاسع الله يكمل عليهم. ولكن هنا يعني تيبان لك التمييز، حنا اللي تيهمنا هو التمييز، هذه فئه تتشابه فئه وتدير التمييز عندهم وراه في الدم ديالهم، ماشي غير دابا من زمان. ومين يجاو تاني في الملف ديالنا نيت ديال اللي كانوا ما يسمون انفسهم ضحايا النظامين،
لا اللي ناض ولا تيمشي يقول لك ضحايا النظامين، استافدوا مرة وجوج وثلاثة وربعة وباقي تيقول لك ضحية، اللي ما عمره استافد قام تيهضروا عليه. وبمباركة الجميع، تنقول عندنا بمباركة الجميع. وأشير كذلك بأن المظلومية هي أصلا يعني تبدأت من 2003، وحنا متبعين المادة 115، المادة 115 اللي دارت باش تنصف المتضررين الأوائل اللي توضوا بالسلم السابع وبالسلم الثامن والذين تم إحصاؤهم من 72 إلى غاية 86. هادوك هما علاش دارت هاد المادة 115، باش تعطيهم سنوات اعتبارية كوم أن بونيس، يعني باش تعوضهم على سنوات القرصنة. ومتبعينها حنايا من يلا تبدات طبقوها في أساتذة الإعدادي، طبقوها في أساتذة الإعدادي من ولات جاية مكررة مرتين وثلاث مرات إلى آخره حتى وصلت 9 المرات. حنا تبعين هذاك المسار ديالهم، تبعين هذوك الناس اللي ولاو اكل خطر يقول لك الزنزانة 9، الزنزانة 10، الزنزانة 11، الزنزانة ولاو مختصين في الزنزانات. ومرا كل شيء كلهم يفرخون، هذوك الناس اللي قال لك تدافع على الشغيلة يفرخون تنسيقيات ويقومون باختراقها ويقومون بتمرير الاجندات ديالهم والملفات اللي بغاوهم. وفي 2011 شدوا هذاك الملف اللي كان جابته الأستاذة العبيدة لطيفة وقاموا بسحبه وجابوه حتى 2012، وجابوا واحدين اخرين ديولهم وقال لهم قدموا لينا الملف، وقدموا لهم في 2012 ورسموا 2012، وقال لك الملف بدا من 2012. والملف راه بدا من 2003 من الظلم، سنوات الضياع ديال 2003 و2004 و2005. وغتترجع أستاذي وحييك منه من هذا المنبر، وحيي السيد المحترم السيد وزير التربية الوطني والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد أمزازي المحترم، وأهيب بك أن تشرف بنفسك وأن تعود إلى سنوات الضياع 2003 و2004 و2005 و2006، وستكتشف يعني الظلم والظلم والظلمات يوم القيامة. الله يورينا فيكم شي نهار وبغينا نشوفكم في الدنيا قبل الآخرة. وشحال من واحد واعتبروا شحال من واحد راه بانت فيه، شحال من واحد قبل ما يموت، راه الدنيا اليوم دنيا وغدا آخرة، راه إن شاء الله غادي يشوفوا فيكم هنا الدنيا، في الدنيا غادي يشوفوا فيكم. وحنا ما فاكينش معاكم، مع هذوك الناس اللي تيظلموا الشيوخ التربية والتعليم اللي تعسفوا عليهم واللي بغاو ياكلوا لهم رزقهم. الناس اللي تقاعدوا ما قبل 2012 اللي يعني برسم السنوات من 2003 تصاعديا 2011، خص الناس اللي تقاعدوا الاوائل في 2003 و2004 و2005، الناس اللي دركا كبار في السن ويعانون امراض مزمنة ومستعصية ويئنون تحت وطأة المرض. بغيت هذاك المرض يتبعكم في الدنيا وفي الآخرة. هذوك الناس اللي تسبوا في الإقصاء ديالهم واللي باقي الآن يعني لا تهمهم إلا مصالحهم. وهذه راه واحد الدعوات إن شاء الله، راه فيما تمشي عن شي واحد تنقول لي يديروا معاه يهز كفوفه للسماء وتيعطيكم، وما غتخرجوا إن شاء الله من الدنيا حتى يرينا الله فيكم يعني ما يشفي غليل هؤلاء الشيوخ الذين يئنون الآن تحت وطأة المرض المزمن والمستعصي. وتحية نضالية عالية خالصة لجميع الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات الذين يساندون ويدعمون جميع المظلومين والمغبونين، أصحاب الأيادي النظيفة، الأيادي النظيفة الذين يؤاثرون العمل ديال المصلحة العامة على مصلحتهم الخاصة والذاتية، والمنتسبين إلى حلقاتهم الأزلام اللي تتبعوا دوك الأسياد ديالهم تخدموا لهم أجنداتهم في الخفاء. سيروا كونوا تحشموا.
قنوت حشمو وأنصفوا رجال ونساء التعليم شيوخكم الذين علموكم وربوكم ووروكم كيفاش يعني تمسكون القلم وتقومون بصياغة تقارير يعني من أجل إقسائهم. وتحية نضالية لجميع الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات في هذا البلد العزيز الغالي الآمن الأمين من طنجة إلى القويرة. الله يدير لي فيها الخير.